مساء الخير واهلا بكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. كيف تستقر الانديه الشعبيه؟ ده سؤال المفترض ان احنا نبحث عن اجابته. طيب اجابته عندنا هنا في مصر مختلفه عن حتت كتيره جدا بره. بمعنى ايه؟ المفترض ان استقرار الانديه الشعبيه ان يبقى عنده موارد كويسه جدا، الصرف اقل من الايراد، ان يبقى عنده استقرار اداري، ان يبقى عنده استقرار فني، ان تبقى الانديه بتحقق المرجو منها من ناحيه التسويق ومن النواحي الفنيه ومن كل شيء كمنظومه اقتصاديه وككل حاجه. يعني احنا عندنا هنا في مصر، وهاخد مثال اهلي وزمالك، استقرار الانديه مبني على فرقه الكوره بس. شكرا جزيلا. الهيجان الكبير اللي عليه الجمهور الاهلاوي على النادي الاهلي ده سببه ايه؟ الهجوم الشديد اللي في الميديا على الاهلي وجهازه الفني ولاعيبته ده سببه ايه؟ كان فين الاول ده؟ في الزمالك لغايه سنه فاتت، مظبوط كده؟ مع ان الزمالك ما اتغيرش، يعني مشاكله ما انتهتش، لسه برضو الإدارة فيها حواديت، ومشوا نائب رئيس النادي لسه من قريب، وفي أعضاء ما جددوش، مش عارفين يجددوا عضوياتهم، نفس الأزمات. يعني على حطة إيدك بالظبط، على حطة إيدك. بس إحنا كنا بنتكلم ونفرد ومساحات ضخمة جدا، والمدربين والأجهزة الفنية وأجهزة الناشئين والشباب والحواديت والقصص وكل حاجة، بس كنا بنفرد كتير الحديث في المواضيع دي لما كانت فرقة الكرة في الزمالك منهارة. وهاتوا لغاية شهر مارس اللي فات، كيف كان الإعلام يتناول الزمالك، أو كيف كان الجمهور الزملكاوي نفسه يتحدث عن فرقته؟ ثم بعد إبريل الدنيا اختلفت إزاي؟ حصل زي تبديل، الأهلي خد مكان الزمالك والزمالك خد مكان الأهلي، لمجرد إن فرقة الكرة في الزمالك استقرت وقدرت تقف على رجليها بمدرب مخضرم فيريرا، وحقق لقب كاس مصر، وفي طريقه لتحقيق، او الاقرب عشان نكون اكثر دقه، الاقرب لتحقيق لقب الدوري العام المصري في ظل انهيار فني في فرقه الاهلي ونتائج غريبه جدا بتحصل وروح معدومه ومشاكل وحواديت دي. فانتقلت الازمات للنادي الاهلي. هل الاهلي على مدار الاربع خمس سنين ما كانش في اي حدوته في مجلس الاداره؟ اكيد كان في حد كان واخد باله. لا، كان بيكسب دوري وافريقيا وكاس ومسيطر على الكوره خلاص ويجيب لعيبه انما الدرندالي مثلا لما جه الكابتن خطيب يعلن عن قائمته السنه اللي فاتت اللي خاضت الانتخابات من 7-8 اشهر، يعني مش من 100 سنه، مش اتقال ان الدرندالي لانه هو عامل مشاكل في الدوره اللي فاتت ولم يعني يحدث بينه وبين الاداره تفاهم؟ ده اللي قالوا كده، يعني الكابتن خطيب بالمجموعه بتاعته بالقائمه بتاعته اعلنوا كده. وكان الدرندالي في الدوره اللي فاتت بتاعت كابتن خطيب امين صندوق. بس في حد اتكلم عن الاحداث دي وقتها؟ يعني المشاكل الدرندالي اللي اعلنها بقى المجلس في نهايه مدته عشان يبرر ليه خرج الدرندالي من القائمه. هل في الاربع سنين اللي قبليهم حد اتكلم عن المشاكل بتاعت الدرندالي دي؟ لا. ليه؟ الكوره مستقره. انما النهارده الضماطي يكح، معرفش مين حسام غالي ايه على ليه؟ لان فرقه الكوره ما فيه، مش موجوده. طب الزمالك نفس الحواديت، نفس الحواديت، بس محدش بيتكلم ليه؟ لدرجه ان في واقعه حصلت بتاعت شيكابالا وزيزو وبتاع، الناس طلعت قالت لك دي فيك، وخلاص فيك، الفرقه بتكسب خلاص. يبقى اذن التقييم عندنا مبني على استقرار فريق الكوره. طب هل انا ضد ده؟ يعني انا شايف ان ده غلط، وان انا يعني بالعكس، انت شوف الاستقرار فين وروح له. خليك ذكي، الاداري الذكي ما يغيرش الكون، يعني في الاخر انت بتغيرش الكون. الاداري الذكي يشوف الاستقرار بيروح ازاي او فين وروح له، اتجه له. هي دي مشكله الاهلي، الاستقرار في فرقه الكوره. وطول عمر الاهلي مستقر لانه اكتر نادي كسب بطولات. يعني اعكسوا كده، يعني خلوا الزمالك هو اللي كان كسب 42 دوري مش الاهلي، والزمالك اللي كسب معرفش كام و30 كاس مش الاهلي، والزمالك اللي خد افريقيا 11 مره مش الاهلي، والزمالك اللي خد لقب القرن مش الاهلي، والزمالك كان زمان الزمالك اللي مستقر والاهلي هو اللي فيه مشاكل. بس ببساطه شديده جدا. ليه؟
هي احنا عندنا الاستقرار من عدمه مبني على فرقة كرة القدم، لان احنا بالنسبة لنا الكرة هي اكسير الحياة، الجمهور بالنسبة له كده. حلو حلو، ايه الحل؟ هو الاهلي عشان يستقر، الزمالك فيه من الفولة جاب من الاخر، وده ذكاء لا ينكر من الادارة. قال لك يا عم الكرة دي هي اللي ببني عليها كل حاجة، ورئيس نادي الزمالك رجع وخد مكانته وبيطلع وبيتكلم ويعمل كل اللي هو عايزه دلوقتي. ليه؟ فرقة الكرة استقرت فالجمهور بقى في ضهره. تخيلوا لو العكس، لو كانت الفرقة منهارة كانتش الأمور بقت كده. إذن فرقة الكرة هي الأصل. طب هل الأهلي فاهم كده؟ مجلس إدارة الأهلي مدرك كده؟ مجلس إدارة الأهلي قاعد يتكلم في مشاريع في مشاريع في مشاريع في مشاريع في مشاريع في مشاريع في مشاريع، عامل زي ما تكون ابنك يقول لك يا بابا احنا مش هنغير بقى الشقه دي، تقول له لا ده انا بجهز بقى هنجيب حته قصر، فانت معشمه لغايه ما الواد كبر وعنده 25 سنه وما غيرناش الشقه. فانت الجمهور مش هيستحمل مشاريع مشاريع لنتائجها بتظهر بعد 3 و4 سنين. الزمالك خد، انا بحلل لكم المشهد الحالي دلوقتي. الزمالك شايف ان العكننه على الاهلي والضغط الدائم عليه، والاهلي مش متعود، ولانه مش متعود بيتجرجر وينساق. خد بالك، ومهما احنا نقعد نتكلم والاهلي اكبر من الكلام ده، والاهلي لازم يبقى ذكي، والاهلي ما يتجرجرش، ولا كان بدنا في ملطه.